كرتون 140. هاي الباترينا حلوه هاي باترينا هاي تركيه جديده كلها احنا شدناها بيش 250 واحده بيش 40 309 قطعه 309 قطعه بنقل وشد عليها. هذا براد بلادي كلش نظيف على 350. اكو غرف كلش راقيه اسعارها تبدي من مليون وربع لمليونين. هاش قد سعرها؟ هاي مليون. هاي مليونين قديم كلش راقي. هذا 200 رايدي. هذا ميز مكتبي كرسي 12 مقعد ما شاء الله. مال اتش دي السطح ماله جرانيه 500 وقيمته. ايش قد تليفونك ابو؟ يا هلا شوكم اصدقائي، انا موجود ببغداد الجديده تحديدا لمجمع الرحمه حتى نشوف الاغراض المستعمله اللي موجوده. هذا 5 جملونات مليانه اغراض ما شاء الله. تشوفون هاي الجملونات تقريبا 5 عجيفتين. حسن بي سعر هذا التخم 850. ايش كم مقعد؟ 10. كلش نظيف جديد هذا مو؟ لا مستعمل. مستعمل بس نظيف. 10 مقاعد تركي 850. 850 بمجال. بمجال. زين هاي الطبلة بحد تنباع؟ طبلة 85. مو يا هذا. 85000. هاي غرفة بيش؟ 850 هي وشد والنقل ب 850 هاي الغرفة. هاي هم مستعملة. مستعمل. بس نظيف. هاي الكاونترات جديدة. الكاونتر هذا شلون تفاصيله؟ مترين ونص. ايه؟ سنجتر ونص. بيش؟ بالامور. اكو هواي الوان بيه. 650. الوان. 0777-88-305-60 هذا رقم تليفونهم مكتوب على الحائط. هذا تخم ايش قد سعره؟ 550. 550 هذا قلاب. زين. وهذا الديوان؟ ديوان 525. هذا كلش ضخم. كم مقعد؟ ديوان ونص. ديوان ونص. هذا الكاونتر قطعتين مو؟ قطعتين مترين ونص وسنجل. بيش؟ 650. 650 هذا الطباخ؟ طباخ ايطالي 275. 275 كلش ضخم. ابو احمد شلونك؟ شلون صحتك؟ بيش هذا الطباخ؟ هذا الطباخ يطلع 90000. 90 هاي الغسالة؟ هاي الفول اوتوماتيك حافظ ذاك الضمان تطلع سعرها 175 ريال. عندنا هاي الاسره قيمتها 65000. هذا البربان؟ هذا البربان يطلع 50000. 50. هاي الهيتاش الصغيره الثلاجه؟ الهيتاش الصغيره الثلاجه نحسبها على 65000. 65. هذا التخم؟ انا في كراسي فيها سود 150000. والجوزي؟ الجوزي ب 475 اخو جديد. هاي السبالت؟ سبالت كنتوري. ايه؟ يطلع 550. 550. عندي انفيرتري. هسه نروح له. هسه نروح له. هواي انواع. هذا البراد. هذا البراد 210000. بوش يطلع 125000. روس 140000. هاي الغسالة. هاي الغسالة بيها عروض. هاي ناخذها عن خلال الجمعيات. ايه. يعني يطلع قيمتها 225. هاي حتى كتابة عربي ما بيها. بيش هاي؟ 225. هاي الطبلات 100000 دينار. 100. ذني السبالة. هاي كله قري. ايه. اللي موجود قري وتوصوت. ليش ذني؟ توصوت عندي انفيرتري قنيان انفيرتري. هواتف. تحكم بالانفيرية. تحكم بالانفيرية. نعم. 700 الانفيرتري توصوت القنيان. بالقري. القري طن ونص 400000. هاي الغسالة. هاي الغسالة هم جديدة طلع 155000 دينار. تمي عليها هاي البلازما 100000 دينار. 100. فيها شهاده منشأ بالداخل. وهاي الشيء استخدمه. اي. حجمها 550000 دينار. تطلع 240000 دينار. هذا التخم. هذا التخم تركي اصلي سرير مخزن. سبالة 550000 دينار. 550. تشوفون اصدقائي طباخات غسالات كل شيء موجود عندنا. عليها العروض الكهربائيات. كلهم عليها العروض. زين. السبب انه احنا اكثر يبيعون اقساط يشترون بقصة يبيعون بالحاضر فتشوف اكو بيه مرونة وبساطة بالسعر. شوف بعد هنا ايش عنده ابو احمد. هذا الميز. هذا الميز 250000 دينار. 250. ايش كم كرسي من المقاعد؟ من المقاعد. هاي الدواشي كلها ضمان حقيقي 100000 دينار. الدواشي المميز الطبي ب 135000 دينار. هاي ما يخص النفرين. ما يفصل النفر. عندنا 3 انواع طبي
ومميز وعادي. الطبي تطلع قيمته 55,000 دينار، المميز 40,000، العادي 30,000 دينار. هاي الأسرة، الأسرة يطلع 65,000 دينار، كل الألوان موجودة عندنا. هاي الطبلات عندنا غرف أقشار تركية تطلع 325,000 دينار. هاي؟ أي نعم. غرف أقشار تركية متنوعة. هذا التخم، هذا ديوان، ديوان هذا الجديد. اي هذا يطلع سعره 425,000 دينار. ما شاء الله. كناتير صاد هسه نروح هذا الجهاز، هذا جهاز مال باله مال قاعات سعره 650,000 دينار. بس هو بالقاعة اكيد وما مصلح من مفتوح بيه برغي، بس هو سعره بحافظ القاضي موجود ب 1150 دولار. هذا كنتور، هذا كنتور جديد يطلع 250,000 دينار. 250 ثلاث ابواب وما شغلات ما شاء الله عده. هذا التخم، هذا التخم رئاسي شغل خفر قيمته 500,000 دينار. 500,000 12 مقعد. هذا 12 مقعد ما شاء الله. هاي لك هاي؟ اي نعم. بيش هذا الكارون كار الداخل ماله الومنيوم، الوجه ماله اتش دي اف، السطح ماله جرانيت 500,000. وقيمته ايش قد تليفونك ابو احمد؟ 0770-33-94-618. وهم نشتري الأغراض يعني منطقي قيمين إن شاء الله من نبخس أشياء الناس. أنا أشكرك حبيبي سال علي شرفتنا سال علي. أتكم هذا الميز، هذا 5 كراسي صاج قديم كلش راقي، هذا 200 رايدي، هذا ميز مكتبي كرسيين صاج، هذا كلش كلاسيك 175. هاي عشي العصفور رايديها على 100، هاي شوية كبيرة. تشوفون أصدقائي 5 جملونات، هذا 1، هذاك 2، هذا 3، هذا 4، وذاك 5. 5 جملونات مليانة أغراض ما شاء الله. شوفوا هذا البايسكل مال جيري ايش قد نظيف، هذا 100,000 سعره. هذا وراد بلادي كلش نظيف على 350,000. هاي الغسالة طبعا ناس مشتريها 700,000 وبايعيها، وهنا عارضيها بيش 200 250. هاي الحافظ اوتوماتيك بس كلش نظيف. طبعا هاي عنده ثلاجات، بيش هاي الثلاجة؟ هاي الميديا هاي 250 250 بس كلش نظيفة. هاي الصغيرة هاي 150 هاي البلازمة هاي 250 هاي المجمدة، هاي المجمدة هاي الثلاجة 140 هاي 250. ايش قد تليفونك ابو كرام؟ 0771-1032-3785. اذا احتاجيتوا هاي الاغراض اصدقائي اتصلوا علي ان شاء الله ما يقصر وياكم ابو كرام. ما شاء الله كل شيء موجود، انواع الاثاث والاغراض موجودة. ويعقوب شلونك؟ شلون صحتك؟ هذا معرض صاحب السعادة. بيش هاي الطباخات؟ هذه على 200 اشجار عراقية 200,000. هاي السبالت، السبالت على 450 او 450. هذا انفرتر بيش؟ حافظ ب 800. زين هذا الميز، هذا الميز على 140 جديد بالكارتون 140. هاي الباترينا حلوة، هاي باترينا هاي تركية جديدة بيش 250,000. هاي الطبلات، هاي الطبلات على 140 سير كامل. وذني هاي واحدة على 20 هاي جدا لما شدينا. هذا الميز، هذا ميز طعام 250 صاج 250. هذا كرسي بحدة بيش، هذا كرسي ب40 على 35 25. هاي بيش هاي الغرفة؟ هاي الغرفة 1,400 صاج، 1,400 صاج مع النقل والشد. هاي بيش هاي الوردية؟ هاي الوردية على 800 والشد. هاي الزيتونية؟ هاي 700 على النقل والشد. هاي بيش هاي شوي؟ 1,309 قطع النقل والشد علينا. قد تليفونك أبو يعقوب؟ 0771-1351-63. هذا معرض صاحب السعادة يعقوب. أيوة. اللي يجيك من طرف يدير بالك علي، تسلم وتعيش ان شاء الله. اكو غرف كلش راقية
اسعارها تبدي من مليون وربع لمليونين. هاي قد سعرها؟ هاي مليون. هاي مليونين هي والشد والنقب طبعا. كل شيء تحصلون هنا. حسن شلونك؟ شلون صحتك؟ ايش قد سعره هذا؟ هذا 450 مليون. هذا شنو عراقي تركي؟ أربيل. وهذا نفس الشيء؟ نفس السعر بس الموديلات مختلفة. موديلات مختلفة. بعد ايش عندك؟ هذا شنو؟ رصاصي. هذا كحل بسود. كحل بسود. بس على شان هذا كامل؟ ذهبية. كامل؟ لا لا بعد ما كامل. بعد ما كامل. هذا ايش قد؟ هذا تركي. ايه؟ 450. 450. ايش قد تليفونك حسن؟ 077 اي 288 991 63 63 خدمة توصيل عندكم؟ خدمة توصيل وعلى طلبهم تشتغلون؟ على طلبهم واحد. انا اشكرك. مصطفى عنده خوش محل تعال نصوره لكم. مصطفى شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ مصطفى هاي العربانة بيش هاي؟ هاي 25 هاي كلش حلوة هاي مال تقديم مال تقديم زين هاي بيش؟ هاي 250 ثلاجة يعني 275 هذيك الرصاصة 175 225 هاي الغرفة الصاج هاي الغرفة 750 غرفة صاج داخل خارج ظهر تشوف غرفة كلش نظيفة 750 اي 750 زين هذا البراد هاي البراد ب 100 جديد ما مستخدم طباخ الطباخ على 125 ايوه مبردات على 75 غسالات غسالات على 100 ايه على 75 وهي ب 100 جديدات كل الجديدات زين هذا التخم هذا التخم 400 ابو حسين 10 مقاعد تركي هو وشاده كامل الغرفه 850 شده اقل عليه ايش قلت تليفونك؟ تليفونه 077129307 مكعب واحد يعني ثلاث واحدات اذا احتاجيتوا اي شيء من ذي الاغراض اتصلوا علي ان شاء الله ما يقصر وياك يجي ابو حسين من طرف ابو حسين ممنونك حبيبي اشكرك شوف ذني الكاونترات مال المطبخ شلونك حبيبي هذا ايش قد سعره هذا سعره 450 مرمر سطح المرمر زين ثلاث قطع ثلاث قطع وهذا بدون مرمر وهذا بدون مرمر سعره 400 زين هذا بيش هذا 380 380 قطع سنجا مرمر ثلاث قطع اي سنجا مرمر ممنونك هذه قلبها